مشاهدين الكرام، أهلا بكم. قال عنه يوسف إدريس: يكفي أن تقرأ قصة واحدة لكي تعرف كيف يعيش الإنسان التونسي وكيف يفكر وما هي حكاياته وأساطيره الخاصة، كما لو أنك عشت في تونس عشرات السنين. من مواليد قرية ذهبات في ريف القيروان عام 1950، درس الآداب الفرنسية في جامعة تونس بعد أن أمضى أكثر من 20 سنة في مدينة ميونيخ الألمانية. صدر له مجموعة من الكتب، في القصة حكاية جنون ابنة عمي هنية سنة 1986، ليل الغرباء سنة 1997، السلحفات دار جلجامش باريس سنة 1997. أما في الرواية فله هل وسات ترشيش عن دار طبقال بالمغرب سنة 1955، الآخرون دار تبر الزمان سنة 1988، وداعاً روزالي دار الجمل ألمانيا سنة 2001، ونوارة الدفلة عن الدار المتوسطية للنشر بتونس عام 2004. حكاية تونسية عن دار كليم للنشر دبي سنة 2008، أشواك وياسمين آخر إصدارات الكاتب. ترجمت أعماله إلى اللغة الألمانية، كما ترجم من الفرنسية إلى العربية عشرات المؤلفات، منها أصوات مراكش، قصص الأطفال لجاك بريفير، الحب هو البراءة الأبدية، منتخبات من الشعر العالمي. الروائي التونسي حسون المصباحي ضيف برنامج لقاء خاص. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ بخير. كيف تعيش بعد هذا العمل الروائي الذي أطلق عليه النقاد أنه ملحمة روائية أسواك وياسمين؟ يعني دائما بعد كل عمل يعيش الكاتب فترة هدوء وصمت في انتظار عمل جديد، ولكن أنا سعيد بأن يعلق كثير من الأصدقاء والقراء الذين قرأوا هذا العمل بشكل إيجابي. هذا يعني يشجعني ويجعلني أطمئن على أني أسير في الطريق الصحيح. وهذا عادة لا يحدث كثيرا مع كتاب من تونس. دائما يعني أنا اجتزت الأفق التونسي، يعني في الحقيقة كنت أعلم أنه بالنسبة لي لابد من خلق آفاق خارج تونس. هذا فكرت فيه منذ بداية مسيرتي الأدبية، لذلك هاجرت، بحثت عن آفاق أخرى أوروبية وعربية، وتمكنت بوسائل الخاصة من أن أعرف مثلا في ألمانيا، في فرنسا، في بلدان عربية كثيرة مثل المغرب ومصر ولبنان وبلدان الخليج، وهذا بإمكانياتي الخاصة، يعني بقلمي، من خلال الكتابة ومن خلال الاتصالات ومن خلال التعرف على مناخات ثقافية خارج تونس. فطبعا أنا مرتبط ارتباطا وثيقا روحيا وثقافيا بتونس، لأنها وطني في النهاية وهي تسكنني وأنا أسكنها بكتاباتي. مع ذلك أظن أنه لابد للكاتب من أن يطير بعيدا إلى حد ما لكي يعود إلى وطنه وهو بجناحين وليس بجناح واحد. ولكن نادرا ما علق يوسف إدريس على الكتاب بهذه الطريقة، عندما يصفك أن كل من يطلع على أدبك يمكن له أن يشعر وأن يتحسس تونس بكل تفاصيلها. يعني هذه هو أعجب بقصتي، حكاية جنون ابنة عمي هنية التي أعجب بها المصريون كثيرا عندما نشرتها في مصر، واكتسبت شهرة كبيرة في مصر من خلال هذه القصة، إلى درجة أن هذه القصة حولت إلى تمثيلية إذاعية في الإذاعة الوطنية المصرية. ويوسف إدريس صعب، وهو قصاص كبير ومعلم، أنا أعتبره مثل تشيكوف، في صنف تشيكوف وغوركي، أولئك الذين كتبوا عن الحياة ونقلوا الريف في قصصهم، لأن الريف كان غائبا، يعني الريف المصري لا يحضر في قصص وروايات نجيب محفوظ، ولكن في يوسف إدريس يحضر بقوة وبعنف، ذلك العنف الجميل. وأنا ريفي مثل يوسف إدريس، وربما هو أحس أني نقلت الريف التونسي في قصة حكاية جنون ابنة عمي هنية، لأني كنت من أوائل الكتاب التونسيين الذين ذهبوا إلى الريف، لم يكتبوا عن المدينة
لأني لست ابن المدينة، جئتها متأخرا. لكن حسون يعني هذه نعم. القصة منسوخة متداول، يعني كلنا أنت تونسي ونحن كذلك، أنت من الريف ونحن كذلك، معظم الكتاب في تونس جاءوا من الأرياف، يعني ما الذي ميزك لتصطبغ أعمالك بهذا الشأن التونسي الخاص؟ نعم، ولكن كتاب التونسيون يعتقدون أن المدينة هي الكل، ينسون الريف أحيانا، يخجلون من أنهم يقولون من الانتساب إلى الريف. في جيلي، جيل التمدن المزيف، كان الكثيرون من الطلبة والمثقفون لا يقرون بهويتهم الخاصة. هل تعترف أن المدينة أبهرتك سلوكا ولا نصا؟ لا، أنا جئت إلى المدينة غير مبهور في الحقيقة، ربما لقراءاتي. يعني عندما كنت في الريف كنت أتردد على تونس العاصمة منذ سن 15، وكنت أشاهد الأفلام وأرتاد المكتبات مثل المكتبة الأمريكية والمكتبة الإنجليزية، وأشتري الكتب إلى غير ذلك، فلم أجئها مبهورا، لأني كنت أقرأ روايات عن باريس وعن نيويورك وعن موسكو وعن مدن كبيرة، لذلك لم أجئها منبهرا. كنت مشدودا إلى قريتي، لأن القرية التونسية التي ولدت فيها، وأظنها لا تختلف عن القرى التونسية الأخرى، يعني تحتوي على خزينة هامة من الحكايات التي كنت أستمع إليها وأنا طفل تحت القمر أو في الشتاء حول النار، حول المدفأة. مشهد العميق كما وصفه بعض النقاد في رواية أشواك وياسمين، وأنت في سان فرانسيسكو كنت تتجول في حديقة مع الطيور، أنت اعتدت في الريف أن تطير هذه الطيور، وأنت هناك في الغربة يعني صار اللبس، يعني عودة البطل أو الشخص الذات الراوية من سان فرانسيسكو إلى مسقط رأسها في القيروان، يعني ما الذي ربما هزك داخليا الحنين هذا مشهد تنتهي برواية أشواك وياسمين، وليس في سان فرانسيسكو وإنما في لوس أنجلوس. يعني كنت في جولاتي اليومية أنزل من المكان الذي كنت موجودا فيه بمنحة ألمانية حيث كتبت أشواك وياسمين، أتجول على الشاطئ الباسيفيكي، وكنت عندما أقترب من الطيور البحرية تطير وتفر مني، لكن ذات يوم مررت بينها ولم تطر. أصبحت مألوف. ربما أنا عندئذ اختلقت تلك الصورة وقلت أن تلك الطيور ربما ظنت أني أيضا أصبحت طائرا، لأني هاجرت وسافرت كثيرا، وأنك غريب مثلها، وأني طائر لأني أطير من مكان إلى مكان. طبعا أنا لي وطن، ولكن هذا الطيران المتواصل بين الأمكنة، ربما أحست تلك الطيور أنني واحد مثلها، فلم ترتعب مثلي ولم تطر ولم تهرب مني، ومررت بينها وكأني واحد منها. هذه صورة طبعا مجازية، يعني لكي أكتمل الرواية، لأنه في رواية أشواك وياسمين رويت الأحداث من الأماكن التي سنأتي على نعم ما نعم يأتي، يعني سنأتي على موضوع أشواك نعم وياسمين نعم ونقدك اللاذع لجيلك ولسير البيهات والوزراء في وسط الحوار. يعني نبدأ من تيمة الشيخوخة والشبق وحالات وأحوال الجسد، يعني حاضرة في كل أعمالك القصصية والروائية تقريبا. يعني هل يمكن كتابة أدب، يعني بأي حال من الأحوال يمكن أن نكتب أدبا خارج حالات الجسد وأحوال الجسد اليوم؟ هو هذا في الأدب العالمي كله، يعني من هوميروس إلى يومنا هذا، الجسد يكاد يكون يعني النقطة الأساسية لكل الأدب العالمي. يعني مادام بوفاري ها أو دون كيخوتي وطواحين الريح، من جسده المثخن بجراح الشيخوخة وبألامها ينطلق للبحث عن أوهامه في أراضي إسبانيا. كل الروايات، كل القصص، الجسد هو الأساس. عندئذ عندما أقول أنه شيخوخة، لقد تطرقت إلى الشيخوخة وأنا في سن الشباب في قصص حكاية جنون ابنة عمي هنية، تحضر الشيخوخة من خلال الموت، الصراع ضد الحياة، ضد الصراع ضد نكبات الحياة، أمراض والنكبات والكوارث الطبيعية وغيرها.
يعني الجسد الإنساني يقاوم كل هذا. فالشيخوخة والجسد والموت هي ثيمات ليست موجودة فقط في قصصي ورواياتي، إنما موجودة في مجمل الأدب العالمية. وإنما كيف أنت تتناول، هذا هو المهم، أنت ككاتب أو كشاعر كيف تتناول هذه الثيمات. ما الذي يجعل من الجسد مثلا في الأدب العالمي أو في الأدب الأوروبي الغربي، ما الذي يجعل منه موضوع، وما الذي يجعل من الجسد في الأدب العربي مشكلة؟ دائما وأبدا الذات هي منطلق الأدب العالمي. يعني شوف، عندما ذكرت هوميروس هو انطلق من أوليسيس الذي سافر في البحار وتذوق وتجرع الآلام وتكبد كثير من الخيبات في سفرته ليعود إلى بين لوب، وهي تنتظره لأنها رفضت كل الذين تقدموا لطلب يدها. أليس هذا هو الحضور الدائم في الأدب العالمي؟ لذلك مثلا عندما نقرأ رواية جيمس جويس الإيرلندي أوليسيس، الجسد له حضور قوي في بطله، في أبطاله، ذلك البطل الذي يعود يقوم يوم كامل بمغامرات في مدينة دبلن، ويعود في النهاية وينام مثل ما كان طفلا يتوسد ذراعه وينام. هذا حضور الجسد، لأنه الذات وليس المجموعة، ليست هناك روايات وكتب أو أشعار عن المجموعات البشرية. إذا كانت هناك مجموعات فهناك دائما الذات، الذات المتفاعلة مع الجماعة، وليست الجماعة التي تتفاعل، التي تتحرك خارج الذات. يعني هذا هذا استعراض لمعارفك واطلاعك على تيمة الجسد في الأدب العالمي. كأنك تجاهلت سؤالي والحديث عن الجسد العربي المشكل في أدبنا هنا. لا، لم أتجاهله. انظر إلى كتابات الجحظ مثلا. الجحظ تناول الجسد في كل ما كتب، يعني مثلا عن الغواني وحضور الجسد في الأغاني عند الإصفهاني، وحضور الجسد في القصائد العربية عند في العصر الجاهلي وفيما بعد الإسلام، وحضور الجسد في قصائد أدونيس ومحمود درويش. كل هذا يعني يدل دلالة قاطعة. وأمس فقط أنا قرأت كتاب جميل جدا لصديقي الكاتب والشاعر المغربي محمد بن نيس، وعنوانه الجسد، يعني ينطلق من الجسد ليقرأ العالم من حوله. يعني هذا ليس فقط يعني شيء جديد، وإنما كيف أنت تكتب. يعني في الأدب العربي وجود الجسد شيء دائم، وليس في الأدب العربي وحده، الأداب الأوروبية، الأداب اليابانية، الأداب الصينية، كلها حضور الجسد هو دائما حاضر بقوة. وأنت تذكر أدونيس، لعلنا نحيل على كتابه أول الجسد آخر العالم. نعم. نتحدث أيضا عن الآخر الأنثوي، يعني مثل نادية القفصية شغفك الأول، وليروزالي الألمانية وداعك الأخير. يعني هناك حضور آسر في أدبك، فهل مكتوب على الأدب أن يؤرخ لخيبات الفشل مثلا؟ هو الأدب دائما وأبدا أظنه ليس بطوليا. يعني أبطالي دائما هم الأبطال الفاشلون في كل الروايات العالمية، ليس المحاربون الكبار ليسوا أبطالا. فشلون في الحب؟ في الحب وفي الحياة ربما. دون كيخوتي الذي يحارب طواحين الريح مثلا، يعني مدام بوفاري التي ذكرتها قبل حين، مصطفى سعيد الذي بعد أن يعيش مغامرات عشق كبيرة في لندن يعود وينتهي فلاحا على النيل ثم ينتحر في النيل. هل أنت فاشل؟ والخيبة لا أدري، لست معنيا بالفشل في الحب لكي أتحدث عنه، وإنما أنا أعني الحياة، والحياة الفشل فيها أكثر من النجاح سواء في الحب أو في غير الحب. أنا كشخص أنا أكتب عن الحياة، وبالتالي طبعا قصص الفشل في حياتي أكثر من قصص النجاح، هذا بالتأكيد. ولكن يعجبني الفشل لأنه هو الناحية الحقيقية في الحياة التي تنتهي بالموت، لأنه ليس هناك منتصر في الحياة، الزمن دائما ينتصر على الإنسان مهما يكون القوة والعظمة والمجد، الأباطرة والشعراء الكبار والملوك
وكل من يظنون أنهم عظماء في النهاية ينتهون ينتهون كما ينتهي أي إنسان عادي. فإذا الفشل هو الذي يطبع الحياة الإنسانية منذ البدء. ولذلك أنا أتحدث عن الفشل لأنه هو الذي يسم الحياة أكثر مما يسمها الانتصار والنجاح. ما الذي يجمع وما الذي يفرق بين نادي القفصية وبين روزالي الألمانية؟ شوف، يعني أنا أتحدث عن قصص حب عشتها أو توهمتها. نادية مثلا هذه قصة حب حقيقية عشتها في شبابي. أما روزالي وفي روايتي وداعا روزالي، فروزالي هي رمز للشيء الذي للسعادة التي نبحث عنها ولا نعثر عليها أبدا، والسعادة دائما أنثوية، هي امرأة. وبالتالي عندما تقرأ وداعا روزالي هو يبحث عن روزالي ويغادر يعني طبعا ميونيخ ويذهب إلى طنجة لأنه يعتقد أنه سيجد تلك المرأة التي أحبها هناك في طنجة، وفي النهاية لا يعثر عليها لأنها مجرد وهم. والحب وهم. دائما ينتهي بالفشل. الحب الحقيقي أظن حسب ما عشته وحسب ما تجاربي الشخصية وتجارب الآخرين الذين عاشرتهم ينتهي دائما وأبدا بالفشل أو بالزواج الذي يصبح مؤسسة. الزواج مؤسسة وليس الحب، ذلك الحب الجارف القوي الجنوني الذي يجعلنا أحيانا نقوم بأعمال غير متوقعة. الزواج يقتل الحب؟ ربما هذا ما نستشفه من خلال القصص التي نقرأها. تحدثت عن مدام بوفاري وأن كارينينا مثلا عند تولستوي، كل يعني البطلات في هذه الروايات ينتهين بالانتحار أو يقمن بأعمال إجرامية، لأن المؤسسة مؤسسة الزواج في كل الروايات العالمية يعني هي مؤسسة فاشلة. ولست أنا الذي أقول هذا، كل الكتاب العالميين، وليس معنى هذا أني ضد الزواج لا أبدا، ولكن لأنه يتنافى مع ذلك الحب الجنوني الذي نتطلع إليه جميعا، نحن نريد أن نحب بشغف إلى غير ذلك. ولكن الزواج هو مؤسسة فيها واجبات وفيها ما فيها، وأنت تعرف ذلك والجميع يعرفون ذلك. وبالتالي أنا عندما أتناول الزواج دائما أتناوله من ناحية الخيبة والمرارة والصراع من أجل أن تبقى المؤسسة الزوجية ناجحة حتى النهاية. وأنت تسرد الآن مجموعة من الأسماء الأدبية العالمية، من الشعر إلى الرواية، من روسيا أوروبا إلى أمريكا اللاتينية. يعني حضر بذهني أن مجموعة من هؤلاء انتهوا بالانتحار، وأنت عشت في أوروبا وجلست في الأماكن التي جلسوا فيها وقرأت كتبهم وصدقت بعضهم. نعم. لماذا هذه تيمة الانتحار عندما ينتهي الكاتب ينهي حياته بالانتحار يعني، وتكررت هذه الحالة مع النساء والرجال من الكاتبات والكتاب في العالم؟ يبدو أن الأمر ليس صدفة أبدا. في تقديرك كيف تفسر هذا الأمر؟ ليس لي، أنا كتبت مرة مقال طويل عن الأدباء اليابانيين الكبار الذين انتحروا، وجميعهم كاواباتا مثلا انتحر وهو فوق 80، يوكيو ميشيما أيضا، وميشيما يعني. وبحثت في الأدب الياباني وجدت أن جل الكتاب المشاهير الكتاب اليابانيين انتحروا. لماذا؟ لأنهم أحسوا بفشل ما أو بخيبة ما جعلتهم يندفعون أو يقررون الانتحار. خيبة كبيرة. لكن هناك انتحار ما زال يوجعني ولا أجد له تفسيرا، وهو انتحار هيمنغوي، وهو أحد كتابي المفضلين. هيمنغوي مثلا كان في 60 عندما انتحر، عندما أطلق رصاصة في الرأس كان في 60، يعني لم يكن عجوزا بالمعنى وكان رجلا ونال جائزة نوبل وكان من مشاهير الكتاب وكان ثريا ويتمتع بشهرة واسعة. ثم فجأة ذات صباح في بيته في كوبا أطلق رصاصة على رأسه ومات. هذا كيف أفسره؟ ربما أحس أنه لن يقدم شيئا جديدا في الأدب الذي هو حياته،
منذ البداية، وقد كتب أشياء عظيمة. في ناس يشككون ويقول أنه يقولون أنه هيمنغواي لم يكن كاتبا كبيرا. لا أبدا، هيمنغواي كان كاتبا عظيما جدا، لأنه جاء بلغة قصصية وروائية جديدة تماما، وتطرق إلى ثمات ربما نجد تفسيرا لانتحاره في العجوز والبحر. العجوز الذي يذهب إلى البحر لصيد سمكة كبيرة ويصطادها، ولكن سمك القرش يهجم عليه ويأكل تلك السمكة، ففي النهاية الفشل هو الذي يعني يكون المنتصر في النهاية. وربما لهذا السبب أحس هيمنغواي أنه لا بد أن يغادر قبل أن يصبح يعني جثة متحركة. هل فكرت في الانتحار وأنت في طبعًا أوروبا؟ كل إنسان لا طبعا بصراحة فكرت ولا زلت أفكر، يعني في حالات اليأس القصوى، مثلا عندما ترى تونس مثلا الآن، الأوضاع في تونس أوضاع مأساوية، نحن كنا نتحرك إلى الأمام وكنا نعتقد أن نبني بلدا جديدا، وأنه رغم المشاكل ورغم الفساد ورغم إلى كل ذلك، فجأة نحن نرى بلدنا غير ما كنا نتصور، يعني الأوساخ المتراكمة في كل مكان، النهب، السرقة، اللصوصية، الفساد السياسي، الفساد اللغوي إلى غير ذلك، يجعلك تقول أنه لماذا نحن نخسر ما كنا قد ربحناه، لأنه ربحنا أشياء بعد الاستقلال. ثم يأتي من يقول أنه 50 سنة الماضية في تاريخنا كانت كلها يعني لا شيء. هذا الكلام يحيلنا على موضوع روايتك أشواك وياسمين الأخيرة. نعم. يعني استحضار التاريخ والمتون التاريخية وسير البيات والوزراء، يعني مثل حدثا بارزا في روايتك أشواك وياسمين. نعم. يعني هل تريد تصفية الحسابات مع الذاكرة الوطنية أم مع أبناء جيلك؟ يعني المسألة ربما على الكاتب أن يفصل بينه وبين وطنه على الأقل حتى في النص. أبناء جيلي أنا يعني تحدثت عنهم بكثير من المحبة في روايتي الأولى هلوسة الترشيش، لكن بالنسبة لتاريخ تونس أنا لا أريد تصفية حسابات في الحقيقة، وإنما ما وقع في 14 من شهر جانفي 2011 دفعني إلى البحث في تاريخ تونس، لأن تلك الرجة أو ذلك الزلزال جعلني أستعيد أحداث تكاد تكون متشابهة مع ما وقع، مثلا ثورة العربان مع علي بن غدام، والكثيرون يعتبرونها ثورة وإلى غير ذلك. صحيح أنه الفلاحين والبدو وإلى غير ذلك كانوا يعانون من مظالم مسلط عليهم من البي ومن وزرائه ومن المساعديه والعاملين معه، ولكن تلك الثورة في الحقيقة لم تكن ثورة، وإنما انتفاضة ضد الدولة والمركزية الدولة. وأظن أن ما وقع في 14 جانفي كان كذلك، لم تكن ثورة، كانت هناك انتفاضة شعبية فوضوية أدت إلى ما أدت إليه، يعني جعلتني أنا أستعيد التاريخ، مثلا أن الفساد ليس جديدا، كثر بعد 14 جانفي الحديث عن الفساد وكأنه الفساد أمر جديد مع بن علي أو مع بورقيبة. الفساد متأصل في كل الشعوب، وعندنا في تونس أمثلة الفساد أكثر وأشد من مما عشناه في عهد بن علي وبورقيبة. مثلا محمود بن عياد، نسأل الجميع أن محمود بن عياد ها يعني نهب خزينة المملكة وأخذها إلى البنوك الفرنسية مقابل الحصول على جواز سفر فرنسي، وأنه مصطفى بن إسماعيل باع المملكة للفرنسيين وكان هو الذي مهد لاحتلالها. مصطفى بن إسماعيل محظي الباي، وأنت تعرف العلاقة يعني العاطفية بين الصدق باي وبين مصطفى بن إسماعيل الذي جيء به من الشارع، لم تكن له ثقافة، مع ذلك استغل علاقته الخاصة بالباي وعبث بالمملكة وباعها للفرنسيين
فإذا ليس جديدا. والظلم ليس جديدا في تونس، تاريخ تونس مليء بالمظالم. يعني نذكر مثلا ماذا ما ذكرت في روايتي مراد الثالث الذي كان كل يوم يقول إن سيفي عطشان جيئوني بمن أذبح، وكان يذبح الناس ويشوي لحمهم ويأكلهم. هذا وقع في القرن السادس عشر وليس الأمر ببعيد. يعني الكوارث والمجاعات والفتن الدينية بعد 14 جانفي، عندما رأينا السلفيين والأصوليين والإرهابيين الذين يقتلون الآن الجنود والسياح والمدنيين من أبناء شعبنا، الأمر ليس جديد. الفتنة الدينية عصفت بتونس على مدى قرنين، من القرن العاشر إلى القرن الثاني عشر أو الثالث عشر، يعني مش قرنين فقط. صاحب الحمار والصراع بين السنة والشيعة والدماء التي سالت أنهارا في القيروان وفي المهدية، الأمر ليس جديد. وأنا أرى وجوها في الحاضر تذكرني بوجوه في الماضي. صاحب الحمار موجود عندنا يلبس كسوة ويضع ربطة عنق مثلك، ولكنه يفكر مثل صاحب الحمار. وأنا أردت في هذه الرواية أن أقول أن ما يحدث في تونس ليس جديد، وإنما علينا أن نقرأ تاريخنا من جديد. وأستمع إلى زعماء الأحزاب السياسية وهم يتحدثون في المنابر الإعلامية وأرى أنهم يجهلون التاريخ التونسي. مثلا عندما طرحت مسألة الهوية، جاء أناس فجأة وبدأوا يتحدثون الهوية ومشكلة الهوية، ولكن لم تكن مشكلة الهوية مطروحة، لأنه حسن حسني عبد الوهاب وضح وعرف الهوية التونسية في بداية القرن العشرين، ومحمد المرزوقي في جميع كتبه التي كتبها عن البدو وعن النضال التونسي في الجنوب وإلى غير ذلك عرف بالهوية التونسية، وصادق الرزقي في كتابه الأغاني التونسية عرف بالهوية التونسية، وصليحة في أغانيه هي الهوية التونسية، وعلي الرياح إلى غير ذلك. فصرنا نتحدث عن أنفسنا وكأننا نجهل أنفسنا. هذا شيء مريع. على الهوية الذي عليها خلاف في تونس، يعني ما الذي يطبع الشعب التونسي أمام العالم ويميزنا غير هذه الأرض التي نعيش معاً عليها؟ هل هناك تيمة؟ هل هناك خاصية تميز التونسي تجمعنا كلنا على الأقل؟ ما هم يقولوا تونس ملتقى حضارات ولا؟ يعني نحن كما يقول حسن حسني عبد الوهاب فينا شيء من الرومان ومن القرطاجيين ومن المسلمين ومن العرب ومن إلى غير ذلك من كل الأجناس التي توافدت على هذه البلد. ولابد أن نقبل بهذا التعدد الثقافي الذي يمكن أن يكون ثروة ويمكن أن يكون سببا في خراب البلاد. يعني كيف يدعو الناس أهالي الجنوب يقولون لهم أنتم يعني غير مثلا أنكم مهمشين ومقسين؟ غير صحيح. أبناء هذا البلد كلهم لابد أن يتشاركوا ويتضامنوا ويتعاضدوا من أجل بنائها، ولابد أن نحب بلادنا. هذا شيء يزعجني. أنا عشت في ألمانيا طويلا ورأيت أن الألماني الذي أصيب بكارثتي الحرب العالمية حربين عالميتين يحب بلاده، ولذلك البلاد نظيفة، والإنسان الألماني يعني يعتني ببيته كما يعتني بالحديقة التي يعني يتجول فيها وفي الشارع الذي يمشي فيه. في تونس لا أحد يهتم بالبلاد. أرى أن هناك ضمور في الإحساس الوطني وهناك فقدان للهوية التونسية الآن، لأن هذه الأوساخ ونحن لا نهتم ببلادنا، نتركها يعني كما يعني بشعة ومخيفة أحيانا، لأننا لا نحبها بالقدر الكافي. هي بلد من أجمل بلدان العالم، ولكن مع ذلك لا تستحق أن نعاملها بهذه الكراهية وبهذا الحقد وبمثل هذه الفوضى التي ننشرها فيها. لابد أن نهتم ببلدنا، عندئذ يمكن أن نحقق الديمقراطية. لا يمكن أن نبني الديمقراطية في أجواء أحقاد، ضغائن، تصفية حسابات مثل ما يحاول البعض أن يفعل ذلك. لابد أن نبني الديمقراطية والحرية في أجواء من الصفاء ومن المحبة. وماذا عن دور النخبة الثقافية في تونس
يعني إذا أجزت لنا أن نتحدث عن النخبة ونصفها كذلك، هل لها دور الآن؟ وصفها البعض أنها تأخرت عن ركب الثورة، ووصفها البعض الآخر أنها عانت كثيرا منذ دولة الاستقلال من الظلم والاستبداد، البعض الآخر يصفها بأنها نخبة مزيفة وأنها اشتغلت يعني أمام بيت السلطان وأنها كانت في بيت الطاعة، بين القيل والقال وبين المدح والذم. هل هناك كتلة ثقافية حقيقية اليوم في تونس يمكن أن يعتمد عليها الشعب التونسي؟ شوف، إذا بدينا نعملوا كانت وكانت وكانت من ضمن، لن نخرج من هذا، يعني من هذا الموضوع سنظل محبوسين في قفص ندور حول أنفسنا ولا نفعل شيئا. شوف، كل النخب التونسية كانت كذا وارتكبت أخطاء وعانت من المظالم، كل هذا صحيح، ولكن لننظر إلى المستقبل، كيف يمكن أن نكون أن نبني المستقبل هذه البلاد للأجيال المقبلة؟ للأجيال المقبلة النخبة التونسية مطالبة الآن بأن تتوحد وأن تعمل على إيجاد برنامج ثقافي حضاري سياسي بالنسبة للأجيال القادمة وبالنسبة لمستقبل تونس، هذا مهم جدا. أما أن نرى مجموعات ضيقة تتحرك كل مجموعة مع بعضها البعض، أنا في هذه المجموعة، مجموعة شيوعية، مجموعة مع النهضة، مجموعة مع هذا الحزب، لا أبدا. النخبة التونسية إذا أرادت أن تقوم بشيء مهم وتاريخي هو أن تكون مع تونس ليس مع الأحزاب. هذه الأحزاب تبين، دعنا من الأحزاب، كيف يمكن أن تكون هذه النخبة مع تونس على أرض الواقع؟ يعني تقوم ببرنامج جديد بالنسبة لتونس، ثقافي حضاري تربوي إلى غير ذلك، بقطع النظر عن الاتجاهات السياسية، هذا ما مطلوب منها. هذا الإرهاب مثلا، الجامعة التونسية إلى حد الآن لم تقدم أي شيء بالنسبة لمقاومة الإرهاب، لأنها جامعة مغلقة فيها أساتذة يدرسون، طلبة وطلبة يستمعون إلى أساتذتهم. المطلوب من الجامعة التونسية أن تصبح منبر ثقافي حضاري، أن تترك الكتاب يتحدثون داخل الجامعات، يعني الكتاب غير الجامعيين مثلا، نحن لا نرى غير الجامعيين في الجامعة، يعني شعراء وكتاب ومفكرين يعني لا يدخلون الجامعة التونسية ولا يحاضرون ولا يتحدثون إلى الطلبة بدعوى أنه فقط الأستاذ الجامعي هو الذي يتحدث إلى الطلبة. هذه حكاية انتهت في الجامعات الأمريكية، الجامعات الألمانية الفرنسية، مفتوحة لكل من يقدم أفكار جديدة، حتى الطالب يتعرف على المناخات الثقافية، لأنه لم يعد فقط يقبل بما يستمع بأستاذ يستمع إليه في الصباح وفي المساء، يريد أن يستمع إلى أصوات أخرى، لأنه لم يعد تلميذ في الابتدائية يتعلم الأبجد. ثمة من يقول أن لو كانت في تونس نخبة أو كتلة ثقافية حقيقية متينة مثلما في بعض البلدان الأوروبية، في فرنسا مثلا عندما قامت الحرب، يعني لو كانت ثمة كتلة ثقافية موحدة لما أصبحت تونس من مصدري الإرهاب للأسف. نعم، يعني شوف، نحن دائما كنا نفاخر أن تونس متقدمة على البلدان العربية وعلى البلدان الإفريقية وأنها نموذج إلى غير ذلك، واتضح أنها ليست كذلك، وهذا شيء مؤلم ومفجع إلى حد كبير. كيف أصبحنا نحن الآن لنا آلاف الشباب في سوريا وفي العراق وعلى جبهات القتال الأصولي في مناطق متعددة من العالم، نحن الآن ننعت بالإصبع، كيف أصبحنا؟ لماذا يعني يقوم شاب مثلا في 25 من عمره أو في 22 من عمره بقتل سياح أجانب على الشاطئ؟ هل أحرجك هذا أمام العالم؟ طبعا أفزعني، لأنه غير عادي أن التونسي، نحن كنا حررنا المرأة، كنا أول بلد عربي يعلن عن تحرر المرأة، بلد عربي يعمم التعليم، بلد عربي يقوم بتدريس الطلبة والتلاميذ حسب برامج مدرسية حديثة، بلد عربي مفتوح على العالم، كنا نسافر إلى أوروبا بدون فيزا، التونسي كان رغم أن بلدنا يعني بلد فقير إلى غير ذلك يحظى بتقدير عالمي إلى غير ذلك، ثم فجأة أصبحنا بلد متخلف
بلد ممتلئ بالأصوليين بالإرهابيين إلى غير ذلك. هذا شيء يفزعني. معنى هذا أننا لم نقم بشيء، وأنه علينا أن نعمل على إعادة الاعتبار لهذه البلاد، وإلا فإن إذا سقط السقف فسوف يسقط على الجميع ولن ينجو أحد. هل سبق وأنت تتحدث منذ قليل عن الأكاديميين الجامعيين وحضورهم في الجامعة، أيضا هناك حضور لهم لافت في الأيام الأخيرة في الساحة الثقافية، وقد أزعجك الأمر عندما تحدثت ونقدت يعني الجوائز التي تسند كما وصفت أنت يعني بالمحاباة، يعني هل سبق أن أبكاك مقالا ضدك فأحسست بالقهر والظلم، وهل سبق أن أبكاك مقالا أيضا معك ربما تعتقد أنه أنصفك كثيرا؟ شوف، بالنسبة للجامعة نحن بلد يعني غريب، ما ثماش في العالم بلد يعني يترك الباب مفتوح للجامعيين للتدخل في الحياة الثقافية إلا في تونس. الآن الجامعيون هم الذين يحركون الحياة الثقافية، شيء غريب. أنا بالنسبة لي هذا شيء مزعج، والمثقفون مطالبون بأن يقولوا لا لمثل هذه الممارسات، لأن الجامعة لها مجلاتها ولها كذا، والمثقفون يعني هم الذين لابد أن يستفيدوا من وزارة الثقافة إذا كانت هناك وزارة. أما أن يصبح الجامعون هم المشرفون وكأننا نحن طلبة عند الأساتذة الجامعيين فهذا غير معقول. والجوائز الآن تعطى إلا للجامعيين، لأنه المشرفون على الجوائز كلهم جامعيين فيعطوه إلى زملائهم، هذا غير معقول، مش ممكن. مثلا أنه جائزة معرض الكتاب تعطى لكاتب جامعي، مش معقول. جائزة معرض الكتاب لابد أن تعطى لكاتب لمجمل أعماله، مش لأنه جامعي وكتب ربما رواية سيئة أو جيدة، هذا ليس موضوعا. إنما لابد الجائزة تمنح لكاتب يكون له رصيد من الكتب يجعله مؤهلا لنيل جائزة محترمة. أما في الوقت الحالي فنرى أن الجامعون هم الذين يستفيدون من وزارة الثقافة، بينما نحن المثقفون لن نستفيد من وزارة الجامعة، من وزارة يعني التعليم العالي لا نستفيد منها. يعني في هذا الموضوع هناك كتاب اليوم في تونس تحيطهم هالة إعلامية ومكينة يعني كبيرة ربما وأضواء كثيرة تحاط حولهم، هناك من يستحق وهناك من نال أكثر من حظه، وأنت تعرف تحديدا ماذا أقصد. نعم، ولكن شوف، أنا مش في جامعيين كتاب جيدين، لهذوك مبدعين، احنا نسموهم مبدعين. أما عندما تكون الجامعة هي المحركة للحياة الثقافية هذا غير معقول، لا يوجد في أي بلد في العالم إلا في تونس. وأنا ضد الكتاب الذين يركضون وراء الجامعيين للبحث عن الاعتراف. لا، الجامعي هو في ميدانه عنده اعتراف من الطلبة متاعه، إذا كان هو يقدم شيء يقدمه للطلبة متاعه مش يقدمه للكتاب. أنا لست في حاجة إلى الجامعيين لكي أنال الاعتراف، الاعتراف أناله من القراء، هذا يشرفني. أما الاعتراف من عند أستاذ جامعي فأنا لا أراه شيئا مهما. أما بالنسبة للمقالات أقول لك شيء، شوف يعني في تونس بصراحة ليست هناك متابعة جيدة لما يكتب، يعني كلها أخبار، تعطيه رواية تعطي كتاب أو مجموعة أو رواية أو مجموعة قصصية أو مجموعة شعرية إلى ناقد أو إلى صحفي، يقتصر على كتابة أنه صدر لفلان في وعدد كم صفحة الصفحات وعدد ودار الصفحات النشر ليس هناك نقد، متابعة نقدية لأي كتاب. لذلك أنا مثلا تمتعت بقراءة مقال سليم دولة، لأنه سليم دولة ليس صحفيا، هو مفكرا وكاتبا وقرأ الرواية من أولها إلى آخرها وكتب مقالا جيدا أنصفني في أشواكه ياسمين. فيما تبقى أنا أعطيت إلى صحفيين يقول أنه صدر عن كذا كذا، وهذا يعني بصراحة شيء مؤلم، أنه صحفي مثلا في الأربعين أو في الخامسة والأربعين يقتصر على كتابة مثل هذه المقالات. لابد أنه صاحب الجريدة يتعامل يعني يطالبه بأن يقوم بعمل أكثر، لأنه الثقافة إذا شنو خبر؟ خبر يعني
لنرى مثلا ماذا تكتب المجلات والجرائد المشرقية عن الكتب على الأقل. لا أتحدث عن المجلات والجرائد الغربية، لا أتحدث عن العالم، في العالم العربي، في مصر وفي لبنان. هذا موضوع معلوم يعني. نعم. كنت أتحدث عن الانضباط الأكاديمي، أنت أستاذ اللغة والأداب الفرنسية، يعني هل أطردت المؤسسات بخيالك الأدبي اليوم أم هي التي أطردتك بوعيها الانضباطي؟ شوف، يعني أنا في السبعينات كنت أنشط سياسيا، كان خاطئا من جانبي، يعني لست سياسيا أنا في الحقيقة، وإنما قمت يعني انشغلت بالسياسة وبالنضالات النقابية والسياسية، وبسبب ذلك فصلت من عملي، ولست نادما على ذلك يعني بصراحة، لأنه أنا لست سياسيا. وعندما أدركت أني لست كذلك عدت إلى ما أنا فالح فيه، أي إلى الكتابة. هذا شيء قلته في يعني حوارات سابقة، ولازلت أكرر وأقول أن الكاتب لابد أن يكون مستقلا وأن يعتني بعمله، أي الكتابة فقط لا غير، وليس السياسة. ولذا ربما يدلي بما كما أنا فعلت الآن بآرائه بخصوص قضايا سياسية، ولكن أن يتورط حزبيا هذا أمر لا أحبذه. في رواية هلوسات ترشيش، وترشيش لمن لا يعلم هي الكلمة القديمة لتونس، وجهت نقدا عنيفا لسلطتين افتراضيتين. نعم. سلطة رجال الدين المزيفين في نظرك، ومثقفي تونس الذين لم تبقي لهم أثرا أبدا. لا، هي في الحقيقة هلوسات ترشيش، وهو الاسم القديم لمدينة تونس، هو أول رواية كتبتها وصدرت عن دار تبقار في المغرب 1995. في ذلك الوقت لم نكن نعيش الهم يعني الأصول الآن، مع ذلك أنا تطرقت إلى أنه ثمة ما يهدد المشروع الإصلاحي الحداثي التونسي، وهو متمثل في رجال الدين الأصوليين المتزمتين الرافضين للحضارة وللتقدم وللرقي. وتحدثت عن أبناء جيلي، أبناء جيلي جيل السبعينات، وكنا نحلم، والحلم جميل، كنا ضد الظلم ضد القهر، وكنا نحلم بتونس جديدة، بتونس ننعم فيها بالحرية وبالديمقراطية إلى غير ذلك. ولكن شيئا فشيئا تبين لنا أن أحلامنا باتت تتهاوى أمام أعيننا، وأصبنا بخيبات كبيرة، وثمة من انتحر، وثمة من مات كمدا في جيلي. وأنا تحدثت عن كل هذا، يعني عن تلك الخيبات، ولم أحاسب جيلي لأني كنت من ضمنه. أنا أيضا دخلت السجن وتعلمت يعني الكثير من تلك التجربة، وبالتالي عندما كتبت عنها كنت على علم بالجرح، كنت قد لمست الجرح، ولذا ليس علي أن أحاسب أحدا، وإنما أن أكتب عما عشت وعما شاهدت وعما رأيت. ولذلك أعتبر أن هلوسات ترشيش هي من الروايات التي تؤرخ لتلك الفترة، فترة السبعينات المليئة بالأحلام وبالجراح أيضا وبالخيبات. ما الذي يبكي حسون المصباحي؟ عندما سألت هذا السؤال مرة إلى الشاعر العربي الكبير أدونيس، قال أن التفاصيل الصغيرة والأشياء الصغيرة كثيرا ما تبكيه، وأن المواضيع الكبيرة تجعله يفكر. يعني هل تبكي؟ هل بكيت هذه الأيام؟ وما الذي يبكيك أصلا؟ ولا يعني هذه الأيام أبكي بكثرة لوضع تونس، يعني عندما أرى تونس يعني وهي تغرق في هذه الأوضاع السيئة جدا، تنتابني حالات من البكاء. يعني مثلا أبكي عندما أستمع إلى أغاني قديمة تونسية، أبكي عندما أرى صور تونسية قديمة، تونس التي نحبها جميعا، أبكي عندما أرى الناس يخونون هذه البلاد جهارا، يخونونها باسم الديمقراطية وباسم حقوق الإنسان، وأرى ناس مثلا يدافعون عن الإرهاب باسم حقوق الإنسان وباسم الحرية وإلى غير ذلك. هل يوجد في العالم بلد يمكن أن يدافع فيه الإنسان عن إرهابيين باسم حقوق الإنسان؟ لا يوجد. لكن في تونس الآن أصبحنا نستمع إلى البعض يتصرفون وكأن الحرية تعني أنه لابد أن تكون الحرية هي الفوضى، وهي أن نبيح القتل
والإرهاب ونشر الرعب في البلاد. هذا شيء يبكيني. إن الرواية في الأدب تقابل تاريخ المرض في الطب، ما مدى وجاهة هذا الحكم في تقديرك؟ لا أعلم يعني بالضبط. يعني الرواية يقول كونديرا ولدت من ضحك الله، يعني السخرية في الرواية شيء مهم جدا، أن نسخر من أنفسنا ومن الوجود ومن العالم، لأن السخرية تساعدنا على تحمل ما نعيش. والرواية العربية ولدت من بتأثير من الرواية الغربية، ولا تزال الرواية العربية متعثرة جدا، لأن الموضوع غالب على المحتوى. ولا أعتقد أن الروائي يهتم، لا لابد عليه أن يهتم فقط بالموضوع، عليه أيضا أن يهتم باللغة. وما أقرأه في الروايات العربية الآن يزعجني كثيرا، لأنه ليس هناك اهتمام باللغة، اللغة الإنشائية، اللغة التي نتعلمها في المدارس وفي الجامعات ليست صالحة للرواية. وما مدى صحة بعض النقاد، يعني من قال أن الرواية العربية اليوم أصبحت ديوان العرب عوض الشعر؟ لا، هذه كلها مقولات يعني لا أؤمن بها، لأنه يعني الشعر له مجاله والرواية لها مجالها، ولكن هذا التكالب، ما أسميه التكالب، وكنت قد كتبت هذا قبل 15 عاما، قلت أن هناك تكالب على كتابة الرواية، وهذا التكالب ازداد عنفا في هذه الأيام، لأن كثرت الجوائز، وبالتالي كثر الكتاب الذين يريدون الحصول على جوائز عن طريق الروايات، وهذا ربما ينفع الكثرة ويخل بالجودة. وهل حقا يعني الأدب المعاصر اليوم هو توصيف وتشخيص للعزلة، وأنت تعيش في العزلة الاختيارية، ربما يمكن أن تخبرنا أنها اضطرارية؟ يعني أنت كاتب تسافر كثيرا وتعيش بين أوروبا وأمريكا، وأحيانا تعود إلى بلدك تونس، يعني وتعيش وحيدا تقريبا، يعني هل استفدت من هذه العزلة في النص، وماذا خسرت منها كإنسان؟ هي العزلة، يعني هي الكاتب، كل كاتب وكل شاعر يعيش العزلة بطبيعته، لأن العمل الإبداعي يتطلب العزلة. التركيز، أنت عندما تشرع في كتابة نص تحتاج إلى أن تكون مع نفسك. أنا أقضي أحيانا ساعات طويلة في المشي وحيدا، وحتى هنا في البيت فيه من يسألني ويقول لي كيف تتحمل أنك تعيش مثلا أسبوع ولا تخرج ولا تتحدث مع الناس. هم لا يعلمون أن لي عالم، أنا عالمي ثري، وأن لي كتب وموسيقى وأفلام إلى غير ذلك، وبالتالي لا أنزعج من الوحدة على الإطلاق. الذي ينزعج من الوحدة هو الذي لا يمتلك عالما داخليا ثريا، إذن هو يلجأ إلى الخارج، يبحث في المقهى في الشارع عما يمكن أن يملأ الفراغ الذي يعيشه. أنا لا أعيش فراغا، يعني فراغ، يعني أنا ممتلئ بعالمي، ممتلئ بكثير من الأشياء، وبالتالي العزلة شيء عظيم للذي يتحملها، لأنها هي الطريق عبرها نستطيع أن نكتب، عبرها نستطيع أن نتأمل في ذواتنا، عبرها نستطيع أن نخلق شيئا جديدا. حسون المصباحي، تقريبا أنت الكاتب التونسي الوحيد الذي يعيش من أعماله الأدبية، ماذا يمكن أن تكون قد ربحت شخصا ونصا طوال هذه المسيرة، وماذا يمكن أيضا أن تكون قد خسرت شخصا ونصا؟ هو يعني ما فيش ربح وخسارة في الحكاية هذه، هو اختيار، ويعني فرض علي أن أعيش هكذا، يعني أن أعيش من قلمي. وإلى حد الآن أنا مثلا عندي برنامج عمل يبدأ مبكرا، لأنه لابد أن أكتب لكي أعيش. إذا لم أكتب في الصحف وفي الجرائد لا أستطيع أن أن أعيش، يعني ماديا أقدر أن أقول، ولكن شوف يعني الصعوبات كثيرة في الحياة، والإنسان عندما يصل إلى سن معينة ينتابه الخوف من أنه في ذات يوم لا يمكنه أن يكون مستعداً أن يعمل كل يوم بنفس الطريقة وبنفس
الأسلوب وبنفس السرعة إلى غير ذلك. هذا هو، ولكن في الحقيقة هناك الحرية وهي شيء جميل، أنك إنسان حر تتمتع في العزلة، أنك إنسان حر أحيانا ترفض شيء وتقول لا أريد هذه الأشياء ولو حتى هذا يكلفك ماديا، مع ذلك أنك تتمتع بحريتك الشخصية، وهذا شيء مهم جدا بالنسبة للإبداع. شكرا الروائي التونسي حسون المصباحي على هذه الضيافة في بيتك وفي مكتبتك. شكرا، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. يعني يمكن أن أسألك أخيرا، نعم، يعني ما الذي ينقص ليصبح الكاتب التونسي كاتبا عالميا؟ وهل أنت كذلك؟ هو العالمية، يعني شوف، أنا ترجمت أعمالي للإنجليزية وإلى الفرنسية وإلى الألمانية بطبيعة الحال، والعالمية الآن لابد من شروط معينة، لست أدري، أحيانا ضربة حظ لست أدري. يعني صراحة هناك من اشتهروا وأرى أنهم كتبوا شيئا يتلائم معهم ما هو موجود مع الموضة مثلا العالمية الآن. أقرأ أخيرا في نيويوركر أنه كاتبة من الصومال كانت تعيش في هولندا ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة وكتبت كتاب عن القرآن ويعني علاقتها بالقرآن كمسلمة، وأصبح هذا الكتاب بيست سيلر. يعني وهذه ثم يعني هكذا ضربة يعني حظ، ضربة حظ أحيانا، ولكن هناك أيضا من ينالون الشهرة العالمية وهم كتاب كبار، وهذا يحدث أيضا. شكرا أستاذ. الله يخليك. مشاهدين الكرام، في ختام هذا اللقاء شكرا لكم على المتابعة، شكرا للفريق التقني الذي أمن هذا اللقاء، نلتقي.